بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا إلى درس قطرة ماء. نقرأ معنا الدرس. اجتمعت الأسرة تشاهد التلفاز، فجذب انتباهها مشاهد لإهدار ماء النيل، فغضب الأب والأم. قال باسم وبسمة: لماذا غضبت يا أبي؟ لماذا غضبت يا أمي؟ قال الأب: النيل مصدر الحياة، من مياهه نشرب ومن مياهه نروي الزرع. قالت الأم: علينا أن نحافظ على كل قطرة ماء. قال الأب: كيف نحافظ على كل قطرة ماء؟ هنا نجد أن الأسرة تجتمع أمام التلفاز لتشاهده. ما الذي يجذب انتباهها؟ مشاهد لإهدار ماء النيل. ونجد أن الأب والأم قد غضب الأب والأم. وسأل باسم وبسمة: لماذا غضبت يا أبي؟ لماذا غضبت يا أمي؟ فيرد الأب يقول: لأن النيل مصدر الحياة، هذا نهر النيل الجميل مصدر حياتنا، من مياهه نشرب ومن مياهه نروي الزرع. لذلك قالت الأم: علينا أن نحافظ على كل قطرة ماء. نكمل. قالت بسمة: لن أفتح الصنبور كاملا عند الاستخدام وغسل اليدين. قال باسم: سأغلق الصنبور مباشرة بعد غسل وجهي. قالت الأم: وأنا سأغسل الفواكه والخضروات في إناء به ماء متجدد، ولن أغسلها تحت الصنبور. لماذا؟ لأوفر في المياه. قال الأب: وأنا سأستخدم كوبا من الماء عند غسل أسناني. قال باسم: سأطلب من زملائي عدم الإسراف في الماء. قالت بسمة: وأنا أيضا، أنا كمان هطلب من زملائي ألا يصرفوا في الماء. قال الأب: أحسنتما، فقطرة الماء تساوي الحياة. قالت الأم: قال تعالى بسم الله، قال الله تعالى بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هنا نجد أن بسمة بدأت في الاقتراحات الخاصة بتوفير الماء. أنها قالت، ماذا قالت؟ ماذا نرى هنا؟ لن أفتح الصنبور كاملا عند الاستخدام وغسل اليدين. طب ماذا قال باسم؟ سأغلق الصنبور مباشرة بعد غسل وجهي. أنا بعد ما أغسل إيدي هقفل أغلق الصنبور مباشرة. قالت الأم: وأنا سأغسل الفواكه والخضروات في إناء، هذا الإناء به ماء متجدد، ولن أغسلها تحت الصنبور لأوفر في الماء. قال الأب: وأنا سأستخدم كوبا من الماء. لماذا؟ متى ستستخدم هذا الكوب؟ عند غسل أسناني. وهنا نجد أن باسم وبسمة سيطلبان من زملائهما عدم الإسراف في الماء. فيقول الأب: أحسنتما. وهنا نجد الأم تردد قوله تعالى بسم الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: تمتعوا وكلوا واشربوا بكل الأشياء، واشربوا كل الأشياء الطيبة التي أحلها الله، ولكن حتى الأشياء الحلال التي يجوز أن نشربها ونأكلها لا يجب أن نصرف عند أكلها وشربها. تعالوا إلى المعاني. إهدار، إهدار الماء يعني تضييع، تضييع، نحافظ، نهتم، نعتني،
نصون. نعتني جاي من كلمة العناية، ونهتم جاي من كلمة الاهتمام، ونصون جاي من كلمة الصيانة. الحياة يعني البقاء. الكائن الحياة البقاء يعني حاجة باقية، حاجة موجودة على وجه الأرض، حاجة عايشة معانا. مصدر أساس، مصدر أساس. أوفر يعني أقلل، أوفر الاستخدام يعني أقلل الاستخدام أو أرشد. المضاد، مضاد انتباه. غفلة، مضاد إهدار. أنا بضيع الحاجة عكسها إيه؟ بحافظ عليها، يبقى مضاد إهدار محافظة. مضاد غضب، هدأ ورضي، بقى راضي كده وهادي وما بقاش غضبان. مضاد الإسراف التوفير أو الترشيد. مضاد يقلل يزيد. مضاد يحافظ يهمل. جمع قطرة قطرات. جمع الحياة الحيوات. بتتكتب زي كلمة الحيوان بس إن آخرها تاء بدل نون. جمع مصدر مصادر. جمع وجه وجوه وأوجه، وجوه وأوجه. جمع المسرف المسرفين. كيف نحافظ على كل قطرة ماء؟ هذا السؤال الذي سأله الأب. ما كانت اقتراحات الأسرة للمحافظة على كل قطرة ماء؟ نبدأ ببسمة عندما قالت إيه؟ لن نفتح الصنبور كاملا عند الاستخدام. ونجد باسم يقول نغلق الصنبور مباشرة بعد غسل وجهنا. والأم قالت إنها ستغسل الفواكه والخضروات في إناء به ماء متجدد. والأب يستخدم كوبا من الماء عند غسل أسنانه. ماذا يحدث لو لم يوجد نهر النيل؟ لو ما كانش فيه ماء في مصر، لو ما كانش فيه نهر النيل في مصر، كان إيه اللي هيحصل؟ سنموت، ويموت الحيوان، ويموت الزرع. وإيه كمان؟ في إجابة كده أنا لقيتها غريبة شوية، لكنها ممكن يبقى ليها علاقة شوية بنهر النيل. أنه ما وجدت الحضارة الفرعونية، لولا نهر النيل ما كانش هيبقى فيه حضارة فرعونية. الحضارة يعني التقدم، يعني البلد تكون متقدمة، ودي والتقدم والحضارة محتاج مننا استقرار، بقاء في مكان معين. يعني أنا ما ينفعش يبقى عندي حضارة وأنا كل شوية بتنقل من مكان للتاني، لازم أستقر في مكان معين، أعمره وأبقى فيه وأعمل فيه وأبني فيه، فبالتالي هعمل حضارة. فنهر النيل ضمن الاستقرار للمصريين، إن المصريين ما بقوش يتنقلوا كل شوية من مكان للتاني، لأنه خلاص في مية، فأنا مش محتاج حاجة أكتر من المية، فبالتالي هزرع وهاكل، فأنا مش هروح أدور على مية في مكان تاني زي ما الناس ما بتعمل في الصحراء. فنهر النيل خلى المصريين يظلوا في مكان معين اللي هو المكان اللي على طول امتداد نهر النيل، وبالتالي قدروا ان هم يوفروا لنفسهم المسكن، المكان اللي هيعيشوا فيه، والزرع ان هم بيزرعوا من ماء النيل، وواحدة واحدة قدروا ان هم يتقدموا ويعملوا حضارة.